طابت اوقاتكم مشاهدي الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقه جديده من كل الاراء. شهر مضى والمعارك ما تزال مستمره في محافظه البيضاء، وهنالك اعداد غير معلومه من القتلى والجرحى والنازحين. اما عناوين هذه الحرب فكثيره ومختلفه، وتختلف بتوجهات وسائل الاعلام اليمنيه. في هذه الحلقه سنحاول ان نقترب من حقيقه ما يدور في محافظه البيضاء من معارك قد تمتد الى محافظات اخرى. معنا هنا الاستاذ الكاتب والمؤرخ محمد عباس ناجي، وايضا معنا الاستاذ عبد الله بن هذال عضو لجنه الحوار الوطني، ومعنا ايضا الاستاذ محمد السلاقي عضو المجلس التربوي في انصار الله. اهلا ومرحبا بكم جميعا. استاذ محمد، اذا ما وقفنا امام الاحصائيه الاخيره لعدد من القتلى، وصلوا بحسب وسائل الاعلام 80 خلال يومين في محافظه البيضاء وتحديدا في منطقه الرداع. كيف تتابعون هذه المعارك؟ وإذا ما حاولنا أن نبحث عن عنوان لهذه الحرب، ماذا يمكن أن نسميه؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد ابن عبد الله وآله وأصحابه أجمعين، ومعهم شهداء الجنوب الذين ضحوا بأرواحهم ولم يذكرهم أحد ولم يتكلم عليهم أحد، وهؤلاء يضحوا تضحيات جسيمة وبلغ عددهم 2600 وأكثر من 5000 جريح. ولكن هذه السلطة القائمة في صنعاء هي سلطة عنصرية بما تعني الكلمه، رافضه قضيه الجنوب كليا. نعم، نريد ان نوقف عن عنده في محافظه البيضاء. بالنسبه لمحافظه البيضاء، يا اخي ما يجري في البيضاء في اليمن بشكل عام شماله وجنوبه هو ضمن مسلسل يجري على مستوى الوطن العربي. لقد انتهى، يعني بداوا الدول الغربيه هي تصنع لها عدو من العدم، لازم تصنع لها عدو. ما يجري في مصر، ما يجري في سوريا، ما يجري في السعودية، ما يجري في دول الخليج، ما يجري في العراق، ما يجري، نحن في اليمن ضمن هذه التأليفة الخاصة. لقد صنعت لنا الولايات المتحدة الأمريكية تنظيم القاعدة في البداية، وظلت أولا كان عدوها الاتحاد السوفيتي، وانتهت من الاتحاد السوفيتي وصنعت لنا اللي هو تنظيم القاعدة، الراية الخضراء والراية السوداء. الآن ما يجري في الآن خلقت لنا الحرب الطائفية في الوطن العربي ما بين سني وشيعي، والآن اللي ما يجري في الحوثي من ضمن هذا التوليفة، ليس هو بعيد عنها. نعم. إيران ودول الخليج تلعب صراع في اليمن، تتبارى في اليمن علينا في اليمن. حتى نحن القضية الجنوبية إيران تاجرت بها من ضمن من تاجر بها. إذا ما أردنا أن نعنون هذه الحرب، إذا ماذا يمكن أن نطلق عليها؟ من يتقاتل؟ هو بداية الحرب في اليمن يجري بداية الحرب مذهبية، ما في الشك الحرب مذهبية. بدل على ذلك لماذا؟ قد يكون الحوثي رأيه يعني يختلف، ولكن عبا كان يفترض أن الحوثي دخل إلى صنعاء خلاص يكتفي بصنعاء، يعني ولا يذهب إلى هذه المناطق، لأنه هذه ستكون لها أثار مستقبلية. إذا أستاذ محمد، أنت ترى أنها حرب مذهبية تغذيها أطراف دولية، لكن مش بهذا الشكل. عادي عندنا باري بدايتها. أستاذ عبد الله، كيف ترى أنت؟ الأستاذ محمد يرى أنها حرب طائفية بتغذية ربما أطراف دولية، كيف ترى أنت هذه الحرب؟ أو إذا ما طلبنا منك أن تعنون هذه الحرب، ماذا تسميها؟ أنا أسمي هذا الحرب هي في بداية حرب، يعني بداية حرب طائفية، لكن ما يجري في البيضاء يعني مش بين القاعدة وانصار الله، ولا ما يجري في البيضاء ان الدولة يعني في اليمن بشكل عام يعني شبه غايبة. وعندما تغيب الدولة يعني تظهر الميليشيات والجماعات المسلحة والعصابات. وما يجري في البيضاء هو حرب بين قبائل تدافع عن بيوتهم وقراهم ومناطقهم وبين ميليشيات الحوثي. يعني لو انها الدولة المفروض ان اذا فيه قاعدة المفروض ان هي تجي الدولة ميري الجيش اليمني يجي هو اللي يصفي القاعدة ويصفي اي عدو للبلاد، لكنه يجي قبيلي مثل ما انا قبيلي، انا من المارب وقبائل البيضاء، قبائل الرداع، قبائل قيفة، يعني هذا لا قبائل، يعني بعض القبائل في بعض مناطق اليمن الى اليوم من يوم قامت الجمهوريه ما قبلوا معسكرات، انها معسكرات يعملوا لها اماكن في مناطقهم، فما بالك يعني بقبيلي يجيب طقمه من داخل صعده الى ما يجي يحتل بلادي في البيضاء ولا في المناسح في رداع، يعني هذا شيء غير مقبول عند القبائل.
والدولة هي المفروض هي اللي تفرض هيبتها، وهي المفروض اللي تطرد القاعدة، هي المفروض اللي تطرد القبائل، هي المفروض اللي تطرد الميليشيات. نحن في مؤتمر الحوار اتفقنا يعني انه على مواد دستورية، انه ننزع يعني تنزع أسلحة الميليشيات من أجل إيش؟ يعني تفرض هيبة الدولة وبناء الدولة. والأخوة أنصار الله يعني أعتقد أنهم استعجلوا فنزعوا أسلحة الجيش، دخل يعني سيطروا على العاصمة وقاموا بنزع يعني بنهب المعسكرات والقبائل. هذا يرد، هل نفهم كلامك أنه تسميها حرب قبلية؟ ما يجري في البيض من يقاتل قبائل حاليا، قبائل يعني مثل يعني أي قبيلة، كل قبيلة إذا قاتل على بلاده يدافع عليها لحد يجي يسيطر عليها قبيلة مثله. لكن أما الدولة يعني هلا وسهلا بها في أي وقت. الدولة موجودة في أي في كل مكان. أستاذ عبد الله، خلال الفترات السابقة الدولة لم تكن موجودة في جماعات إرهابية عاثت في البيضة فسادا، كانت تذبح الناس وتصورهم وتنشر الفيديوهات. صحيح. أين هي الدولة؟ ما حد يقبلها. أين هي الدولة في ذاك الوقت؟ لماذا الآن سيمتعد عندما من غيب الدولة؟ اللي غيب الدولة في ذاك الوقت هو اللي يدعم أنصار الله اليوم علشان يدخلوا. إذن باختصار ماذا تسميها أنت هذه الحرب؟ هذه حرب يعني حرب ميليشيات. نعم أستاذ محمد، معلوم أنه العاصمة صنعاء سقطت في 6 أيام. البعض يقول أنه كان لدى أنصار الله أهداف محددة واستطاعوا أن يصلوا لهذه الأشخاص دون ما يتضرر سوى الأعظم من الناس. في البيضاء الآن شهر مرات، عدد كبير من القتلى، الجرحى، نازحين، أوضاع إنسانية سيئة جدا. هل من أهداف الأنصار الله في هذه المعارك أم أنها حرب على الكل كما يطرح البعض؟ وقد سمعت ضيفي العزيزين كيف تحدثا عن هذه الحرب. بس تديني الوقت الكافي للإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجبين وبعد. أشكر ضيفيك يعني وأخوي وزميلي على ما طرحه، إلا أني أختلف معهما تماما فيما طرحه من قضية أن هنالك حرب طائفية أو أن هنالك حرب قبائل يدافعون عن أنفسهم وعن بيوتهم وعن قضية سقوط صنعاء وعن مسميات وعن قضية تدخل إيراني تدخل كذا. هذه مسميات أنا بالنسبة لي يعني من أنصار الله أنفي ذلك نفيا قاطعا وأختلف معهما تماما وأسمي الأمور بمسمياتها. أولا، ما يجري في صعدة، ما يجري عفوا في رداع، واضح للعيان أن الولايات المتحدة الأمريكية وأن الجيش اليمني قاتل القاعدة في رداع وفشل فشلا ذريعا، هذا أولا. ثانيا، هل القبائل يدافعون عن أنفسهم باحتلال معسكر القوات الخاصة في رداع؟ وهل قضية القبائل هل يقدمون على ذبح الناس وقتلهم وإحراقهم؟ إذا من الذي قتل في رداع وأحرق؟ أليسوا مواطنون من أبناء رداع من قبل المخابرات الأمريكية المسمى بالقاعدة؟ هذا أولا. ثانيا، عندما يقولون أنها بداية لحرب سنية شيعية، أليست محافظة إب وتعز يعني محافظات معظمها سنية؟ أين الحرب التي دارت؟ دارت في يريم ودارت في الرضمة بين يعني أبناء مديرية الرضمة مع عناصر ارتهنت للمخابرة الأمريكية. مثلا في مديرية الرضمة عبد الواحد هزام الدعام الشلالي الهارب المهزوم، يعني تمت الوساطة مع أبناء مديرية الرضمة ليتم التصالح والتسامح بين أبناء مديرية الرضمة، ولكن لم يتسنى ذلك. في رداع من قاد المعركة من أبناء الذهب أيضا شاركوا مع اللجان الشعبية بدخول المناسح. هنالك من أبناء الذهب الذين هم هاربون والقتلى كانوا مع المخابرة الأمريكية المسمى بالقاعدة، ومن أبناء الذهب الشرفاء الذين وقفوا مع أبناء مديرية رداء. الآن ما يجري في الواقع من تهويل إعلامي يدير المعركة المخابرة الأمريكية ووسائل الإعلام الخليجية بامتياز. أستاذ محمد، أنت تتحدث أنه المخابرة الأمريكية مع القاعدة، ما يسمى القاعدة. طيب الطيران الأمريكي اليوم يقاتل مع أو يضرب أتحدى أن يثبتوا أن الولايات المتحدة الأمريكية أو الطيران الأمريكي يتدخل أو يجرؤ، لأن الأمريكيين يريدون أن يخلطوا الأوراق. لكن هل تدخلوا في رداع؟ هل يتدخلون الآن في القاعدة مع يعني لضرب القاعدة في رداع؟ أستاذ محمد، أمس بالأمس وسائل الإعلام تناقلت هذا الخبر أنه الخليجية المقاتلة المغرضة أنه قبائل قيفة اجتمعت وحددت أو طرحت خيارا أمام أنصار الله، إما الرحيل
وإما مواجهة القبائل كافة. هل سيواجه أنصار الله القبائل كافة في محافظة البيضاء؟ ألا أنا لم أقاطع أحد. ألا بالنسبة لما يجري كنت في رداء أن أبناء القبائل هم الذين احتضنوا اللجان الشعبية وأن اللجان الشعبية هي من أبناء قبائل رداء. المؤتمر الذي تتكلم عن أول لقاء تم في صرواح بين أبناء محافظة مأرب لتحديد موقفهم من الإرهابيين والمخابرات المسمى بالقاعدة. المؤتمر في صرواح كان واضح وخرج بنقاط. هناك فئات رفضت التوقيع لأنها تريد أن تمتد الحرب وتريد أن تتسع الرقعة وخلط الأوراق. نعم. ليس إلا أستاذ محمد، القبائل هو ينفي هذا الخبر مع أنه وسائل الإعلام عدة تناقلت هذا الخبر في كيف أعطت أنصار الله خيارين، أما الرحيل وإما الحرب. هل ترى أنه أنصار الله سيواجهون هذه أنصار الله ضمن خطة الإعلام الغربي والعربي باستثناء الجزيرة والعربي يتفعل له هذا، هم أعطى لهم الضوء الأخضر ليتقدموا. نعم. لأن الدولة انتهى. هنا إيش من دولة تتوقعها وهي يوم 21 هذا الحكومة الحالية هي حكومة فاشلة بتكون وقعت على وثيقة استسلام صنعاء يوم 21 سبتمبر، هذه وثيقة استسلام. نعم. الآن الحوثي هو الحاكم الفعلي، هو علي عبد الله صالح الحقيقة. وأنا أشكر بالمناسبة الأخ هيثم قاسم طاهر وزير الدفاع في عام 94 عندما رفض أن يوقع على استسلام مدينة عدن. صنعاء تم توقيع وثيقة استسلام لها يوم. أخي عندما يتحدثوا عن ميليشيا عن اللجان الشعبية عن كذا، الدولة انتهت في اليمن. صحيح. الدولة انتهت، لم يبقى الأخ عبد ربه منصور هذه إلا حاكم شارع 60 فقط لا غير ولا أكثر. لماذا لا يعلن أنصار الله أنفسهم حاكم؟ ونحن نتمنى أنه يعلنوا أنفسهم حكام لليمن، خلاص ما في داعي، لأنه نحن حتى في الجنوب نريد لو ننفصل في الجنوب نريد الدولة تبقى في الشمال، مش من مصلحتنا انهيار الدولة. الآن الأخ عبد الله اللي يتكلم على قبائل فلان وعلى قبائل كذا، نحن هل نريد نبني دولة ولا نريد نبني قبائل؟ ما القبائل القديمة موجودة، القبائل القديمة تعبت بالبلاد كلها. نحن في هذا الحالة اليمن زيه زي بقية الدول يسير لنا الانهيار. نعم. نحن نعيش في الوطن العربي حرب ساخنة غير معلنة، بس غير معلنة رسميا، ما تعلنش في تلفزيون صنعاء، ما تعلنش ولكنها تعلن في تلفزيون المسيرة. طيب باعتقادك ما الذي أطال أمد هذه الحرب؟ هل قوات أنصار الشريعة وما يسمى تنظيم القاعدة تدعمهم بعض القبائل في رداء؟ أخي من اللي بقاتل؟ اللي بقاتل مشهور منصور الله وحدهم، معهم الحرس الجمهوري اللي قاتل. نعم. الأمريكان معطين الضوء الأخضر لعلي عبد الله صالح أنه يقاتل. من اللي بيتحرك الآن؟ هم أيضا جزء، مع أنه الحوثي يعني جزء من هذا اللعبة، في تحالف غير معلنات. الآن البلاد بتمشي إلى التفكك والتفسخ والانهيار. نعم. شيء نام أبينا. لا تصدق أنه هذا أنصار الله وهذا فلان وهذا فلان. الآن في قوى متصارعة في البلاد، تيار منها الإصلاح، منها المؤتمر، منها كذا، تيار الآن إيش يقول لك حلو؟ نعم تفضل. الصراع ما هو؟ الصراع يا أخي في اليمن ليس على قضية دينية ولا قضية الصراع في اليمن هو بين قوة فاسدة متعفنة. كلام يقول كان زعيمها علي عبد الله صالح، والآن في قوة. بس محمد أنت قبل قليل قلت أنه صرع ديني مذهبي. لا لا لا، هو بتبدأ أقول لك بداية إذا استمرت على. نعم ننتقل عبد الله. ما الذي أطال أمد هذه الحرب؟ الأستاذ محمد يتحدث أنه لا يقاتل أنصار الله وحدهم، في جهات أخرى ربما عسكرية، كيف ترى أنت الطرح؟ أنا أول حاجة أشتي الأخ ذكر أنهم ذي يقاتلوا عملاء أمريكا وإسرائيل. نعم. أنا مستغرب كيف الأمريكان ذي ضربوا عملاهم هم ويا أنصار الله. أنصار الله ذي ضربوا القبائل في رداء والطيران الأمريكي يضرب القبائل في رداء. كيف بيكون هذا؟ يعني كيف بتكون مخابرات أمريكا تضرب طائرات أمريكا تضرب المخابرات حقها؟ يعني كيف 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 من اللي بيفسره؟ من هو صاحب العقل اللي بيقبل هذا؟ الأخوة في يعني الحوثيين ذي قاتلهم الطيران الأمريكي مع بعض، ذي قاتلوا القبائل وذي قاتلوا يعني عناصر القاعدة. نعم. القاعدة موجودة يعني صحيح، لكن الآن اللي ذي متواجه هو يا أنصار الله هم قبائل ذي دافعوا عن أنفسهم. وأنا الأخوة قالوا أن أنا أشجع القبلية على الدولة، أنا ذي بناضل من أجل قيام دولة مدنية من يعني من أكثر من 10 سنوات. أريد
أن تختفي القبيلة هذا هو البندق ويبقى بدلها القانون. أستاذ عبد الله، قد سأل بعض القبائل هذه التي تقاتل الآن في رداع، لماذا لا تقاتل تنظيم القاعدة أوقات سابقة؟ لماذا خرجت بالوقت الحالي عندما بدأ أنصار الله بالزحمة؟ يا أخي القاعدة هذه لها هي عدة فئات. القاعدة بعضها مصنوعة، يعني صانعينها هنا في صنعاء ونزلوها علشان أقصد أن أبناء القبائل قبل هذا الوقت لم يكونوا أو يتصدوا لهذه يا أخي أبناء القبائل يتصدوا هي الدولة هذه المفروض تتصدى القاعدة وتتصدى الميليشيات الحوثية. لكن المشكلة الآن أن الدولة يعني غابت وظهرت ميليشيات الحوثي. يعني كيف تبني أنا قبيلة أسرح أقتل واحد من قبائلي هو مع القاعدة أسرح أقتل أنا وأصبحنا وياهم نتقاتل في اليوم الثاني؟ ما يصلح. الدولة هي اللي تقوم بهذا الواجب. أستاذ محمد، أنتم وفق اتفاق الشركة السلم والشراكة وقعتم على الملحق الأمني. عبد الرب مصر هادي مؤخرا قال له مهمة محاربة تنظيم القاعدة مهمة الدولة. صحيح. لماذا يزول أنصار الله أنفسهم في هذه الحروب؟ قبل أن ندخل إلى هذه النقطة، سقوط صنعاء، يروجون لسقوط صنعاء، سقطت صنعاء. هل صنعاء هي الفرقة الأولى مدرع وعلي محسن الأحمر؟ هل دارت أي معركة في أي مكان آخر غير الفرقة الأولى مدرع؟ كان الطغيان والإجرام والتآمر على صنعاء وعلى اليمن من الفرقة الأولى مدرع، ولم يتدخل أحد ولم يجرؤ أحد ولم يستطع أحد أن يوقف إجرام المجرم الهارب علي محسن الأحمر. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، عندما يقولون أن الحوثي يقاتل يعني مع القاعدة، نحن نقول أنصار الله واللجان الشعبية يعني يخوضون معركة الوطن الكبرى، معركة السيادة. لأن القاعدة لو كانوا صادقين، هل سمعنا أن القاعدة يعني قامت بعملية ضد المصالح الأمريكية أو ضد الأمريكيين في اليمن؟ على الإطلاق لا. القضية في أبين، الأمريكيين يعني ضربوا في أبين ويضربون وفي حضرموت وفي كل مكان، ولكن عندما تدخلت اللجان الشعبية في رداع ولن تجرؤ بعد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أن تتدخل. الناس كلهم يعلمون ذلك، ولكن ما يدور الآن القبائل. عفوا يا أستاذ، دعني قاطعك في نقطة أنت ذكرتها. أنت تقول أن القاعدة لم تستهدف الأمريكان في أي وقت سابق. نعم. البعض يقول أيضا أنصار الله لم يستهدفوا المصالح الأمريكية. تمام. ويعني للأسف الشديد أيضا نحن بالنسبة لنا شعارنا وموقفنا لم يستوعبها الكثير أن الموت لأمريكا هو الموت للسياسة الأمريكية، وأن سنقف في وجه السياسة الأمريكية التي تتدخل في شؤون وسيادة اليمن والأمة. هذا أولا. ثانيا، نحن لسنا دمويين، هذا يدلل دلالة واضحة. لسنا دمويين أصلا، لسنا انتحاريين، لسنا أصحاب مفخخات، ولسنا أصحاب، نحن أصحاب مواقف. بالمواقف والإجراءات التي تتخذها اللجان الشعبية وأنصار الله أوقفنا كثير من التدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية، ومنها أن اليمنيين الآن يستطيعون أن يتكلمون، وأن الحركة الأمريكية في اليمن أصبحت محصورة جدا. لن تجرؤ على أي دولة في العالم أن تحصر الحركة الأمريكية والسياسة الأمريكية كما تحصرها الآن اليمن والشعب اليمني الآن في ظل وجود الانتعاش والوعي الشعبي في الجمهورية اليمنية. نعم. أنت ربما البعض يقول أنصار الله ليسوا تفريقيين، دائما يواجهون، لكن ماذا يريدون من 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 ما الأهمية بالنسبة لكم البيضاء؟ ما الأهمية التي تشكلها محافظة البيضاء؟ هل أنها منطقة وسطى يمكن الامتداد منها إلى محافظات أخرى؟ المشكلة أن الناس كما قلت يؤطرون الأشياء في أماكن محدودة ويضيقونها. كانوا يقولون ماذا يريد أنصار الله في كتاب؟ كتاب كانت مركز استخباراتي في الشرق الأوسط، تديره يعني دول إقليمية ودولية، وتم التخلص منه. حاشد يعني كانت معركة يديرها آل الأحمر يعني بالوكالة عن قذافي، عمران الفرقة الأولى مدرع. إذن عندما نأتي من منطقة إلى منطقة، ماذا يريد أنصار الله في هذه المنطقة؟ في رداع هل يعني حصل في التاريخ أن يقدم أحد على قتل فئة من الناس من أبناء مدينة رداع يعني ويحرقونهم بعد قتلهم بالبنزين؟ هذا أولا. ثانيا، عندما يقولون أن القبائل يقاتلون أنصار الله، هل القبائل هم الذين يأتون بسيارات مفخخة إلى مدينة رداع ويفجرونها بالناس؟ هل يعني أبناء القبائل هم الذين يقطعون الطريق ويقتلون من أتى؟ هل أسئلة كثيرة جدا. نعم أستاذ محمد، نفس السؤال، ما الأهمية التي تشكلها محافظة البيضاء بالنسبة لأنصار الله؟ أولا أشيق لها حاجة، يجب أن تفهم لو اللي يقرأ التاريخ، البيضاء لها تاريخ مرير مع الأئمة، يعني تاريخ مرير مع الأئمة، وهذا سيعود نفسه. لماذا قلت لك أنه بداية الحرب طائفية سيكون لهذا الشيء؟ الثاني،
الحوثيين ليس البيضاء بحد ذاتها، هم يشتروا نفوذهم على كل مكان في المنطقة، بس دولة غير معلنة، دولة داخل دولة. الآن خروج الشارع ما هو مسيطر على صنعاء، هم الحوثيين مسيطر عليها ليس أحد غيره. البيضاء ماذا تمثل؟ تمثل أنها نظام علي عبد الله صالح زرع تنظيم القاعدة في هذه المنطقة، في هذه المناطق. لماذا نقلها إلى هناك؟ نقلها لكي تبدو هذه المناطق، مع الأسف نقولها، اللي هي المناطق الشافعية يعني، لكي تبدو أنها هي المرتع الخصب لتنظيم القاعدة. من هو كان يدعم تنظيم القاعدة؟ اثنين هم كانوا يدعموها، علي عبد الله صالح، علي محسن، عبد المجيد الزنداني، ما فيش غيرهم. هذا لهم اللي جميع رحلوا مع بعض. ماشي، لا ما نريد قال لك علي عبد الله صالح هو بحكم الآن، ما نريد قال لك انه ما يحكمش على عبد الله صالح، بيحكم علي عبد الله صالح شاء من شاء وابى من ابى. نعم، عبد ربه منصور هاري حاكم لي بشارع 60، هو نائب وسيظل نائب طول عمره. استاذ محمد، البعض تحدث انه انصار لا اسقطوا صنعاء وكان لهم هذا التمدد بفعل مساعده من قوى داخليه وخارجيه. اليوم ذات القوى التي ساعدت انصار الله ربما تريد ان تغرق او تعمل فخ انصار الله في هذه المناطق، وهذا صحيح وكلامك غير مستبعد، انه علي عبد الله صالح مشان بعد ما قضي على خصومه في صنعاء وخاصه علي محسن والاصلاح، قياده الاصلاح وهي قياده، على فكره قياده الاصلاح قياده مترهله، انتهت هذه قياده لديها ثروات طائله، لهذا لا يمكن ان تقوم باي عمل ايمان وضمن، مثل ما هو قيادة الحزب الاشتراكي اليمني الله يرحمها، وما يحيي العظام وهي رميم إلا الله وحده، هذا الانتهت. الآن في قوى جديدة، قالوا لك صراع ما بين قوى فاسدة متعفنة ويمثلها على عبد الله صالح، وقوى جديدة صاعدة فاسدة، وهي فاسدة في الأساس لا تمثل دولة، هي صاعدة الآن تريد توصل للحكم، بس بتوصل للحكم بطريقة مؤدبة بطريقة مخلقة، لأنه هي تعرف أن العالم ما بيرضيش يعترف بها، لهذا جابت حكومة فاسدة اللي هو هذه حكومة توقيع وثيقة استلام صنعاء، بعد فترة بيقول لهذا اللي هو رئيس الوزراء مع السلامة وعبد ربه مع السلامة ونحن أصحاب الحكم، هذا يعتبروا الحكم حق إلهي لهم. نعم أستاذ عبد الله، فيما يخص إطالة أمد الحرب هذه، عدد كبير من القتلى يسقطون كل يوم، هل ترى أنه البعض يطرح أنصار الله ربما تورطوا في هذه الحرب وبالذات تبدم باتجاه البيضاء، هل ترى أنه منطقية هذا الطرح؟ أنا أرى أنه من سهل لهم الدخول إلى صنعاء زجبهم إلى رداء وإلى البيضاء علشان يخسروا، تكون عندهم خسائر بشرية ويضعفهم يستنزفهم. نعم. وبس الأخ تحدث على التفجيرات والمفخخات ولا القاعدة يتفجروا صحيح وهذا عمل منكر ويقتلوا، لكن أنصار الله يقتلوا بالبندق يعني آلاف. وأيهما أخطر من وجهة نظرك، تنظيم القاعدة أم أنصار الله؟ كلهم، أي حركة مسلحة خطيرة على البلاد وعلى الديمقراطية وعلى الدولة المدنية، لا يمكن تقوم دولة. لكن المدنية. أنصار الله طرف في العملية السياسية اليوم، وهم من ربما هي المشكلة يتحكمون في القرار السياسي. طيب أنا أقول لك، كيف تقارنهم بأنصار الشريعة وهم معلوم أنه الجماعات كلهم قتلة؟ أنا في وجهة نظري أراهم أنهم كلهم قتلة، يعني كلهم يريدوا السيطرة على البلاد بالقوة، يعني كيف يدعونهم بيقيموا دولة مدنية وهو يسيطر عليها بالقوة، يجي يحتل بلادي بالقوة، هذا كلام لا ما مش مقبول ومش معقول، لا على يسيطر على شمال ولا على جنوب. استاذ عبد الله، لكن في المناطق اللي وصلوها انصار الله في حاضنه شعبيه كبيره لهم، الناس يعني انطباعهم جيد عن انصار الله، حتى القاعده في بعض المناطق تحصل لهم يعني ناس الان يعني مع وجود انصار الله اصبح يعني للقاعده حاضنه شعبيه مع وجود انصار الله، وما يقوموا بها من تفجير بيوت من 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 من, من حروب من قتل، يعني فيه ناس ممكن يعني يكونوا يعني شبه معيدين للقاعدة. نعم، انتقل استاذ محمد، هل من المخاوف من هذا الطرح انه انصار الله اصبحوا اليوم في نظر البعض لا فرق بينهم وبين انصار الشريعه، هل يخيفكم هذا الطرح؟ لا، لان على يقين لو نزلت الشارع وسالت العوام من هم انصار الله سيقول لك الشعب، هذا اولا. قضية نغمة الشافعية وما شافعية، لو نزلت إلى المناطق الشافعية ويعني عملت استبيان أو استطلاع
صحفي أو إعلامي ستجد أن أكبر بيئة حاضنة في الجمهورية اليمنية هي للجان الشعبية أو لأنصار لك ما يروجون لهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني عندما تكلموا أولا الأخ عبد الله عن قضية القبائل وما قبائل والآن يقول هنالك بيئة حاضنة للقاعدة. وأنا أقول أن ما يدور في الجمهورية اليمنية لسببين اثنين. أولا أن اللجان الشعبية لو لم تتدخل في المحافظات الأخرى لكانت تنظيم القاعدة أو المخابرات الأمريكية المسمى القاعدة والعملاء لكانوا سيطروا على تلك المحافظات. هذا أولا. ثانيا عندما أدرك أبناء الشعب وأبناء اليمن أدركوا خطورة تنظيم القاعدة هبوا جميعا للتعاون مع أنصار الله وتمت عملية اندماجية بين الشعب وبين أنصار الله، بمعنى أن أنصار الله فئة مقبولة قبول كبير جدا في أوساط المجتمع. وما يدور الآن هو قضية أنهم عملوا فخ لأنصار الله وأن أنصار الله الآن تورطوا وأن كذا. الناس لا يدركون أن أنصار الله جزء من هذا الشعب وأن هذا الشعب تفاعل مع فكرة المسيرة القرآنية وأصبح يحتضنها ويتفاعل معها ويدافع عنها ضد أي خطر، سواء الخطر كان خارجي أو بالقاعدة المسمى بالمخابرات الأمريكية. هنا لا فرق بالنسبة للمسيرة القرآنية، لا شافعي لا زيدي لا. المسيرة القرآنية أتت تقضي على المذهبية والطائفية، لا يوجد طائفية ولا مذهبية في إطار المسيرة القرآنية. أستاذ محمد لماذا وسائل الإعلام المحسوبة على أنصار الله لا تغطي الأحداث في من في 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 البيضاء وردع؟ من الوسائل الإعلام المحسوبة على أنصار الله؟ البعض يقول له في تغييب لما يحدث خلال اليومين السابقين أكثر من 80 قتيل، على استحياء تناولت هذه الأخبار؟ حتى العدد 80 قتيل أعداد غير صحيحة أصلا من الجانبين، من أعداد غير صحيحة. القتلى كان من التكفيريين لأنهم وقعوا في فخ يعني من أبناء القبائل وعملوا لهم فخ كبير جدا، لأن معظم من يقاتل في رداع بالنسبة لما يسمى بالقاعدة أو المخابرات الأمريكية معظمهم ليسوا من أبناء رداع ولا من أبناء البيضاء. وهنالك أجانب كثير جدا باعترافات رسمية واعترافات دولية أن هنالك أعداد كبيرة وما تم القبض عليهم في مطار صنعاء يعني جوازات مزورة يعني بتمريرات تركية وهم سعودية ممن قاموا بذبح الجنود في حضرموت، لا يدلل دلالة واضحة أن من يقاتل باسم القاعدة أو باسم المخابرات الأمريكية في رداع معظمهم أجانب ومن خارج يعني مديرية رداع ومحافظة البيضاء. نعم أستاذ محمد، البعض تحدث أو هناك مخاوف من تمدد أنصار الله إلى محافظة البيضاء. بالأمس اجتمع قبائل في مأرب يحذرون من قدوم أنصار الله إلى مأرب. برأيك إذا ما انتقلت المعارك من البيضاء إلى مأرب، ما تأثير هذا على مصادر الطاقة ونحن نعلم أنه أنابيب النفط الكهرباء كل شيء يتم من مأرب؟ أولا لا يوجد أي تأثير لسبب واحد، الجيش الموجود الحالي وهو بمأرب موجود متمركز هو موالي للحوثيين، هو موالي لعلي عبد الله صالح، لهذا دخول الحوثي فقط بيتصدموا مع بعض المجاميع ولا يوجد أي تأثير. الجيش هذا هو موالي زي ما المعسكرات الحرس الجمهوري هنا موالي، هذا الجيش موالي للحوثيين. أستاذ محمد، رئيس عبد الرب المنصري دعا قبل أيام محافظ المحافظة وأبناء مأرب للدفاع عن محافظة مأرب، هل ترى أن هذا تنصع على المسؤولية وكيف يدافع هؤلاء عن المحافظة؟ اللي ما دافعش عن صنعاء كيف بيدافع عن مأرب؟ ما هذا كلام ضرب من الأوهام؟ أين رمز البلاد؟ رمز البلاد صنعاء، سقطت صنعاء الله يرحمها. البلاد ما باقي إلا جرجرة يوم بعد يوم، ولا هي باتسقط. هذا ترى أن تنصر المسؤولية ربما يقول أنتم دافعوا عن أنفسكم. أيوه طبعا، بس في هنا مجموعة ما تريدش القتال يكون في صنعاء، نقلته إلى البيضاء، نقلته إلى مأرب ولا تعز وبتنقله حتى للجنوب. نعم. لا أشتغلها للحفاظ على مصالحها في صنعاء، البنوك حقهم، الشركات حقهم، هم نفسهم مجموعات الحكام السابقين والحاليين، هذه كلها المصالح، لهذا بننقله إلى مأرب ولا البيضاء وممكن إلى محافظات أخرى. نعم أستاذ عبد الله، أنت من أبناء محافظة مأرب، هل مخاوف من تمدد أنصار الله إلى المحافظة مأرب؟ وهل فعلا في استعداد للمواجهة من قبل مشايخ مأرب في بالذات في منطقة صرواح؟ أولا أنا أشتي أقول لك أنه أنصار الله أي واحد يخالفهم في الرأي ولا في الفكر يسموه أنه داعشي وأنه يعني إخواني وأنه مأرب
تختلف يعني عن باقي محافظات الجمهورية. مأرب مصدر الطاقة، وأهل مأرب يعني من يوم خرج النفط عندهم وخرج يعني خيرات اليمن كلها من مأرب، وهم مظلومين يعني ومنهوبين ومهمشين. نعم. اليوم أهل مأرب، عبد الرب منصور هذه قال أهل مأرب يدافعوا على 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 مأرب. ليش قال؟ أنا عارف ليش قال، لأنه في بداية المناوشة اللي حصلت بين أهل مأرب والحوثيين، كل ما طلبوا أهل مأرب تعزيز من القوات المسلحة تواجه الحوثيين، يجوا على طول تجي الوحدة العسكرية وتسلم للحوثيين، تسلم المدرعات وتسلم لها، يعني كأنهم هم وياهم على يعني الألوية دي موجودة في مأرب على أساس تحمل منشآت النفطية. الآن إذا جاء الحوثيين بتسلم لهم، فلهذا يعني أهل مأرب يعني احتشدوا قبائل مأرب وناويين يقاتلوا. وفي النهاية إذا يعني بيتضرر كل يمني، كل يعني الصغير والكبير من المعركة إذا دارت في مأرب، لأن أهل مأرب الآن يقولوا يعني مستحيل أنهم يسلموا يعني البترول حق مأرب والكهرباء وهذا يسلموها الميليشيات يعني قبائل. نعم. أعتقد أنه يعني ممكن ينصفوها كاملة، لأنه من الصعب يعني أهل مأرب يسلموا بترول مأرب إلى إيران مثل ما بترول العراق، العراقيين راح بترولهم للإيرانيين، والآن يبو الإيران توصل إلى مأرب ينهبوا البترول حق مأرب. يعني أنا سمعت من كثيرين ناس ما يفجروا الأنبوب ولا يقطعوا الكهرباء، ولا ممكن يعني يتصرفوا ويدمروا، لانه هذا اذا دوله جيش ما يحماني. نعم استاذ عبد الله، انتقل الاستاذ محمد، ماذا يريد انصار الله؟ لحظه انا عاد اشتي اتكلم هو بس عشان الوقت بشكل مختصر، ماذا يريد انصار الله من محافظه مأرب؟ القاعده في أولاً في البيضاء. اولا صنعاء، سقوط صنعاء، ايران، سقوط صنعاء، ايران يا اخي. صنعاء استقبل يعني او بمعنى اخر ثار ابناء صنعاء بثوره اذهلت العالم. ثورة سلمية فعلا. يعني المشكلة هروب من الهزيمة. خلنا في مأرب، خلنا في مأرب. ماذا يريد أنصار الله؟ ننتقل إلى مأرب. نعم. هروب من الهزيمة. لم تستطع أي قوة مخربة عميلة مدمرة أن تعبث بصنعاء. سقطت صنعاء، لم تسقط صنعاء. صنعاء يعني عادت إلى ما أفضل ما كانت إليه، قضية الأمن، قضية الاستقرار، هذا أولا. إيران إيران إيران، أين إيران يا جماعة؟ احنا وقعنا اتفاقية سلم وشراكة، يعني تم الطلب من رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة، الحكومة الآن معظمها مؤخونة، الحكومة موافقين. لا تجيب على السؤال، ماذا لو سمحت يا أستاذ؟ الحكومة الآن مؤخونة، أين تسليم الجيش؟ وزير الدفاع حوثي، وزير الداخلية حوثي، وزير الكهرباء حوثي، وزير، يا جماعة الكلام الآن المسميات تحويل الحقائق، هذا أولا. ثانيا المؤتمر الذي تم في صرواح يحذر، والمؤتمر واضح، احنا صورنا وغطينا، غطينا المؤتمر، وكانت نقاط المؤتمر واضحة في صرواح، وتم التوقيع بالنسبة لأبناء القبائل في اللقاء الذي كان فعلا وسيظل كما كانت وستظل محافظة مأرب محافظة الإباء والشموخ. الآن المؤتمر، أنت قلت أن المؤتمر يحذر الحوثيين أنصر الله. نعم. وهذا كلام غير صحيح. هو في اجتماع. الاجتماع في اجتماع. أنا تابعت قناة المسيرة، نقلت اجتماع. ومن إليه؟ لكن المؤتمر الذي تم يا أستاذ، أنا ما قاطعت لو سمحت. المؤتمر الذي تم في صرواح يعني هب أبناء القبائل للدفاع عن محافظة مأرب من القاعدة التي هربت من مأرب من رداحة، والتي الآن هي يعني في يكلى على مشارف حدود مأرب، بدأت تشكل خطر على مأرب وعلى النفط. وينقذوا مأرب؟ من هم اللجان الشعبية من أبناء مأرب يا أستاذ الله يبارك فيك؟ اللجان الشعبية من أبناء مأرب، من هم أنصار الله؟ إيه الخطر ذي على مأرب من عام من يوم قامت الثورة إلى اليوم؟ اسأل المؤتمرون في صرواح. اسأل المؤتمرون، لا تسألني. أستاذ محمد، أستاذ محمد، أنت تقول إنه دافعكم هذا لا يبرر شبهة المأرب. لو سمحت. عشان فند الكلام، أنا لم أقاطع. أنت تقول إنه الدافع الرئيس لكم إنه الدفاع. ليس دافع لنا، من هم؟ الدفاع عن أنابيب النفط والكهرباء. طيب هل هذا الدولة دافع عنه؟ طيب بهالوية طبعا كم الواقع. نتكلم لو سمحت، أنا لم أقاطعك، الله يبارك فيك. لو سمحت، بالنسبة للنفط والكهرباء، عندما تكلم الأستاذ محمد قال لا يوجد دولة، لا يوجد حكومة،
لا يوجد جيش، الجيش مفكك. عندما تكلم الأستاذ عبد الله بيقول أن أنصار الله عندما دخلوا مارب الجيش سلم أو الوحدات العسكرية سلمت الأنصار الله. هذا كلام لو سمحت يا أستاذ، هذا كلام غير صحيح. المناشدات من أبناء من الأبناء القوات المسلحة والأمن في محافظة مارب، والكل يسمع يعني على مسامع العالم في وسائل الإعلام المختلفة، والعالم كله يستمع إلى أن الجيش يناشد رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية أبناء القوات المسلحة والمعسكر. أستاذ محمد وصلت فكرتك، وصلت فكرتك. عشان الوقت، عشان الوقت. كيف يحمل الجيش؟ إذا الجيش يحمل، ليس كلامي هذا، كلام أبناء الجيش الذي يمارس يدعو رئيس الجمهورية للتدخل، يرسل لهم ميليشيات الحوثي. وصلت. هو يقول أن الدافع الرئيس حماية أنابيب النفط والغاز. سنعود لمواصلة هذا الحوار لكن بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود هذا الحوار. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونواصل هذا الحوار. أستاذ محمد، 13 يوم تفصلنا عن موعد 30 نوفمبر وهو ذكرى رحيل آخر جندي بريطاني من عدن 1967. هذا اليوم هو موعد لاحتشاد كبير في ساحة العروض في عدن. البعض يقول له المطالبة بإعطاء أبناء الجنوب حقهم في تقرير مصيرهم، والبعض يقول أنه آخر يوم للوحدة اليمنية. كيف تتوقع هذا اليوم؟ والله أولا أشتي أقول على قبل أن أتحدث على 30 نوفمبر وهمهم، أشتي أقول للأخ عبد الله، الأخ محمد، يقول الشراكة الوطنية وقعوا، إيش من شراكة؟ نحن في الجنوب مش ممثلين. نعم يا أخي، نحن سأتحدث هذا في إطار المحور هذا. الشيء الثاني، في هناك مبالغات حقيقة في الجنوب بعض المجموعات. النضال مستمر وهو من عام 2007، ولكن كل مناسبة يأتي لها يعني يأتي لها خاصيتها. نحن يا أخي في الجنوب وقعنا في قضية كبيرة. أول مرة تاجرت بنا إيران، تاجر بقضيتنا الإصلاح، تاجر بقضيتنا المؤتمر. الآن جاء سير عبد الملك الحوثي بنفس القضية في تجارة في قضية الجنوب. 30 نوفمبر كان نتوقع أنه يتم إجراء استفتاء شعبي بدعم من منظمات دولية، ولكن يبدو أنه في هناك جهة وهي موجودة في الخارج استولت على الفعاليات الجنوبية لتسخيرها لصالح أشخاص، مع الأسف أشخاص. ويعني مع أن الله حرم عبادة الأصنام، يبدو أنه في مجموعة في الجنوب لا زالوا يعبدوا الأصنام، وهي القيادات السابقة الفاشلة. لو كانوا خلوا الشعب هذا يخوض نضاله بنفسه لكان هذا الشعب قد حقق نجاح. نحن لدينا قضية عادلة، قضية حقيقية. نحن يا أخي ليس جزء من المملكة المتوكلة اليمنية، وليس جزء من الجمهورية العربية اليمنية. نحن شعب، لنا كياننا، استقلالنا. نحن الموطن الذي هبط خلق الله في آدم عليه السلام. لكن هذا الوطن قد دخل مع وحدة سلمية في عام 90 وصار يمن واحد. أنت تقول حاليا أنه تتساءل ما عن الشركة. أيوة الشركة، لحظة. البعض يقول 40% من الحكومة الجديدة جنوبيين. يا أخي هؤلاء كلهم معهم جوازات باكستانية، معهم جوازات بريطانية، معهم جوازات استقلبوهم زي ما استقلبوه بمؤتمر الحوار الوطني، ناس من خارج الوطن. نحن يا أخي شعب، لنا كياننا، لنا استقلالنا، لنا دولتنا، لنا سيادتنا، لم نكن جزء من هذا. يعني صحيح نحن سعينا الوحدة، الوحدة قتلها علي عبد الله صالح يوم 7/7. علي عبد الله رحل في قوة جديدة تناديكم بحل عادل القضية الجنوبية. وين الحل القضية الجنوبية؟ أخي أصحاب أنصار الله كنا نتوقع من عبد الملك الحوثي خيرا، ولكن نفس الخطاب حق حزب الإصلاح. تصور في حقهم المؤتمر إيش قالوا؟ القضية الجنوبية هي قضية مجتمعية وتشكيل لهجنة شمالية جنوبية. ما هي القضية المجتمعية؟ القضية المجتمعية مثل المخدرات، مثلها مثل تعاطي القات، تعاطي الخمر،
نحن قضية لنا دولة. شوف أقول لك أنا شوف أشتي أقول لك لازم تقرأ هذا التاريخ. نحن لم نكن جزء، وهذا باللغة العربية واللغة الإنجليزية تاريخ الجنوب جزء الأول. يعني هذا لك شخصيا وللعالم اللي كي يعرف إنه نحن لسنا جزء من هذا. سنطلع الكذب. وهذا لك تكرم. الانتقال أستاذ عبد الله. 30 نوفمبر كما ذكرت يوم الاحتشاد أبناء الجنوب في ساحة العروض، ولهم مطالب كثيرة. البعض يقول إنه آخر يوم للوحدة اليمنية. كيف تتوقع هذا اليوم أنت؟ الأخوة في الجنوب صحيح لهم يعني مظالم ولهم حقوق، يعني ظلموا، يعني أقساهم النظام دي دمر اليمن شماله وجنوبه. يعني اليمن كله مظلوم، الشمال والجنوب، يعني من 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 90 وما من ما قبل 90، من 78 هو مظلوم اليمن، من يوم تولاه علي عبد الله صالح. نعم. واليمن مظلوم شماله وجنوبه، لكن زاد الظلم على الأخوة في الجنوب من بعد 94، بعد ما سيطرت القوات الشرعية على الجنوب. أيوة، بشرعية الوحدة هم الوحدة، لكن الوحدة أنا أرى ما عليها خوف، لأن اليمن ما يصلح إلا موحد، وأبناء الجنوب يعني هم ذي ناضلوا من أجل الوحدة، وهم ذي تنازلوا من دولة كاملة من أجل الوحدة. نعم. لكن قوبلوا هنا يعني بتعامل أصحابنا ذيها هنا في صنعاء ذي همشوا الشمال ودمروا حتى الإنسان في الشمال والحقوا الجنوب وراء. الوحدة إن شاء الله ما عليها خوف، لكن لازم أن المظالم الناس ترجع، يعني كل مظلمة ترجع يعني ينصف صاحبها. ولو احنا انا من مارب، ومن يعني ميزانية الدولة اعتقد يعني اكثر من نصفها من مارب. نحن ما معنا في مارب الا شارع واحد من زفلت، وزفلته زايد بن سلطان عدو، ما حتى ما هي الحكومة اليمنية، والسد ذي جابته الامارات زايد بن سلطان، ومعظم المنشآت في مارب كلها يعني هبات من دول العالم. استاذ عبد الله، لو بنتكلم على هذا وكل واحد بيقول انا منطقتي، بتكلم عن منطقتي، انا بتكلم عن مارب، وبوقف كل حاجه في مارب، وبحدث ازمه في اليمن كامل، لانه ما عاد بحصلوا يعني حتى ذي يولعوا على قلص شاهي. استاذ عبد الله، انت تقول لا خوف على الوحده، وكانك لا ترى ما الذي يحدث في الشارع الجنوبي اليوم. الناس المؤسسات مدنيه عسكريه، منظمات المجتمع المدني اعلنت انضمامها للحركه الجنوبي السلمي، وسيتوجون كما يقولون هذا الاعتصام في 30 نوفمبر بتصعيد، لا احد يعلم شكل هذا الاعتصام. كيف تحدث اليوم وتقول لا خوف على الوحده في ظل كل هذا الزخم؟ اذا قامت الدوله بواجباتها لا خوف على الوحدة، لكن إذا الميليشيات مثل ما ميليشيات الحوثي بتسيطر على البلاد، في الخوف على اليمن بأكمله. أنا في مارب مستعد أنضم للجنوب، ما مش مستعد يحكمني يعني يحكمني ميليشيات. إذا ما فيش خوف على الوحدة حقيقي في قلوبكم، ربما تريدون كما يقول البعض تريدون أن تصفوا حسابات. لا، مع أطراف أخرى. لا ما نصفي حسابات مع أحد. كيف ترهن أنت وجود أنصار الله بقاء الوحدة اليمنية؟ يا أخي، إذا أنا أبغى دولة في الشمال وفي الجنوب، ما أشتري ميليشيات تحكمني. إذا كل قبيلة بيحكم، في الحوثي يحكم بلاده في صعدة، وأنا بحكم بلادي في مارب. هل ترى أن الوحدة كانت موجودة قبل هذا الوقت في الجنوب؟ الوحدة كانت موجودة ولا زالت موجودة. الدولة لا، أنت تتحدث إنه لابد من وجود دولة. كانت شبه أبناء الجنوب يقولوا بعد 94 تعرضوا لظلم وضايم كبيرين. نعم. وبالتالي أنت مشروع الوحدة آنذاك. شوف، أنا كنت في مؤتمر الحوار في الجيش والأمن. نعم. وجدت يعني عميد يستلم 20,000 من الجيش الجنوبي، وهو عميد محترف، ما هو عميد يعني صرف فاله علي محسن ولا صرف فاله يعني علي عبد الله صالح. نعم. يعني خريج ودرس في روسيا. يستلم 20,000 25,000، والعميد هنا في صنعاء يستلم يعني. طيب، بهذا الخصوص استاذ عبد الله، البعض يقول لا توجد نوايا حقيقيه لحل حاله مشاكل ابناء الجنوب في 30 نقطه او 31 نقطه مفرقه الحوار الوطني، من ضمنها اعاده المسرحين الجنوبيين. هل حلت هذه المشكله الى الان؟ في حلولها، يعني بداوا يحلوها، لكن هذه تحتاج ميزانيه، تحتاج يعني مليارات على اساس يحلوها، على اساس بس تسويت رواتبهم برواتب الشماليين. نعم. استاذ محمد، الاستاذ يحتاج الى مليارات. الاستاذ محمد برضو يقول انه ينكر وحدية اليمن،
الأستاذ عبد الله يقول إنه لا خوف على الوحدة. كيف ترى أنت؟ ألا كيف ألا ترى؟ ألا كيف إذا استمرت الميليشيات بهذا الشكل؟ نعم أو ربما يعني يرهم. ممكن تتمزق على قرية. نعم يرهم بقاء الوحدة بعدم وجود ميليشيات. أنا شتي دولة. يسمي ميليشيات. كيف ترى أنت الأيام القادمة وبالذات 30 نوفمبر؟ قبل الأيام القادمة أنا أعترض الأستاذ محمد يتكلم أن السيد عبد الملك يعني يتاجر كما تاجر الآخرون بالقضية الجنوبية. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أشرف وأطهر وأنزه من أن يتاجر بأحد أو بدم أحد أو بمصلحة أحد على الإطلاق. نحن نؤمن ونعتقد ونثق وكل ما جرى من تراكمات عبر الأحداث الماضية تبرهن أن السيد أطهر من هذا وأنزه وأجل من هذا. هذا أولا. ثانيا قضية الاحتواء المتوكلية المملكة المتوكلية. يا أخي نحن الآن نقول أن في زمن الجمهورية اليمنية زمن يعني طرد ولفظ قضية الملكية على الإطلاق والملكية في العالم نحن ضدها. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني في قضية ما يتعلق بالقضية الجنوبية وقضية يعني أن الأستاذ عبد الله سينضم إلى الجنوبيين وأن الحوثيين كميليشيات يقايضها بالوحدة. أنصار الله وقعوا سلم وشراكة وتم التراضي والاتفاق على بناء دولة مدنية حديثة. الكلام واضح يا أخي وشفاف. لو سمحت هذه مشكلتك أنت الذي يعني ومشكلة من رفض يا أخي الله يبارك فيك الله يبارك فيك. لو سمحت الأنصار الله واللجان الشعبية قدموا كل شيء بشفافية وقالوا نحن نضع هذا في دائرة ومائدة يعني الجمهورية اليمنية وإطار المتفق عليه والمتوافق عليه وقضية أن يتولى العقلاء من الساسة والمثقفون وغيرهم بتشكيل حكومة ذات كفاءات وضعت المعايير وتم الاتفاق على المعايير ببناء دولة حديثة دولة عادلة. بمعنى آخر عندما أتفق أنا وأنت لنختار كفاءات ونختار نزاهات ونقضي على الولاءات والولاءات الضيقة والمحسوبيات. ماذا تريد مني بعد أن أقول لك شكل الحكومة أنت ولن أشارك بها؟ قضية دغدغة العواطف الآن الشعب وعى والشعب الآن يدرك من خلال المعطيات والأحداث التي أذهلت العالم أن الشعب اليمني قد وعى وعيا لا مجال للشك بأن لا أحد يستطيع أن يخادع ولا أن يغافله. هذا فيما يتعلق بقضية مقايضة الميليشيا بقضية يعني الوحدة. الوحدة يجب أن يتم استرداد الحقوق والمظلوميات لأبناء الجنوب. الأبناء الجنوب ظلموا ظلم كبير جدا والسيد عبد الملك يقول نحن سنقف ونقف وسنظل نقف مع إخواننا في الجنوب حتى تدفع مظلومياتهم وتسترد حقوقهم المسلوبة. كلام واضح. طيب 30 نوفمبر السؤال مرة أخرى. البعض يقول أنه بالنسبة للجنوبيين آخر يوم للوحدة اليمنية. البعض يقول أنه اليوم هذا ستسلم مؤسسات المدنية والعسكرية لأبناء الجنوب. كيف توقع أنت هذا اليوم؟ بالنسبة لثلاثة نوفمبر هو حلم كل يمني أن يفتخر وأن يباهي أنه طرد المحتل وطرد يعني الذين استحوذوا على أرض وثروات اليمن. نحن أيضا نقول أن ويعني 3 نوفمبر ليس لأبناء الجنوب بل لأبناء اليمن قاطبة. ما يدور الآن هو احتلال من قبل الأمريكيين من قبل البريطانيين. نحن في حالة احتلال غير معلن. أيضا نحن نناضل والشعب اليمني الآن يدرك نحن جميعا في خندق واحد وفي خط واحد مع أبناء الجنوب لاسترداد حقوقهم المشروعة بعدل ودون ضيم ودون نقص. نعم أستاذ محمد أنت ربما تقارن الضحية بالجلاد بحسب البعض. الأستاذ قال أنه لم يتاجر السيد عبد الملك الحوثي بقضايا أبناء الجنوب بدليل أنه الرجل لسه جديد يعني صحيح. لم يكن ضمن القوى السابقة. البعض يطرح اليوم على أبناء الجنوب الشارع قد يكون متوحد تماما لكن لا توجد قيادة يستطيع الآخر أن يتحاور أو يتفاوض مع هذه القيادة. متى تجد أو يجد الشارع الجنوبي قيادة له؟ أنا أشتي أقول لك حاجة واحدة. أولا لما يقول أنه السيد عبد الملك قال كذا أنا أشتي لماذا قبل عبد الملك في مؤتمر الحوار الوطني إذا كان جاد في 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 مناقشة قضية الجنوب؟ لماذا قبل أن يمثلون ناس لا لهم علاقة يمثلوا الجنوبيين علاقة؟ الشيء الثاني يا أخي كل الوزراء اللي وقعوا معهم بوثيقة الاستسلام هذه كلهم معهم جوازات أجنبية ما في داعي ذكر الأسماء.
طيب يقول لك شراكة وطنية، أين رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي جالس في 60؟ يعني الآن هو كان 20 سنة، نحن خليك حزب خليك بالبيت، هو الآن رئيس خليك بالبيت. هل عبد ربه بيحكم اليمن؟ ما بيحكمش ولا حاكم شيء، الحاكم ناس آخرين. الشيء الثاني أشي يقول لك حاجة واحدة أخي، نحن إذا كان عبد الملك الحوثي جاد ويقول أنه عكس ذلك، نحن مستعدين للحوار مع الحوثي على أساس الشراكة المتساوية الوطنية، لأنه هو الآن الحاكم الفعلي في البلاد. ما نوع هم الآن الحاكمين؟ ودعكم فعلي. ودعكم كقيادة جنوبية للعودة، هذه دعوة عيب. مفروض الحوثي هو من بيت علم، من بيت محترم، ما يقولش العودة. هذه تسمى العودة للمطلقات. ماذا تسمي أنت؟ العودة إلى بيت الطاعة. أفترض ماذا يقول؟ أخي مفروض حوار ندي. أولا أنا أشتي أعترف بالجنوب أنه مساوي للشمال على قدم المساواة، من هنا يبدأ الحوار. الجنوب تعرض الدولة وشعب للاحتلال في عام 94، ومن اللي الآن متحالف معه؟ عبد الملك الحوثي هو الذي احتلنا عام 94. فين تخبوا المشمع؟ أشتي تاريب بالنسبة للقيادة. أخي نحن لدينا قيادة في الجنوب، من اللي بتقود الناس في الشارع؟ بس هناك ما يمكن يكون شعب كالجدار أو كهذه الورقة، حتى هذه الورقة اللي جابك الميكروسكوب باقي فيها أخزاق. نحن لدينا قيادة، وهذه القيادة هي اللي بتقود الجماهير. صحيح إمكانياتها شحيحة. أستاذ محمد، نحن قريبين من الشارع الجنوبي، لا توجد قيادة موحدة. صحيح. في قيادات عادت مؤخرا، البعض يقول منها يحمل مشاريع إيرانية والبعض يحمل مشاريع سعودية. متى يجد أبناء الجنوب قائد؟ أدلك مثلا البعض يقول كذا، أنه أنصار الله في العام 2000 أعتقد 2004 انطلقوا في حركة كانت مسلحة، لكنهم استفادوا من المعطيات السياسية وتعاملوا معها ووصلوا اليوم إلى ربما أصحاب لا لكن أبناء الجنوب يوصلون الأبواب، كل الأبواب في وجوه الآخرين، ابتداء مؤتمر الحوار الوطني، حاليا في قوة جديدة تمد أيديها الأبناء الجنوب، لكن لا أحد يستجيب. أنا أقول لك حاجة واحدة، هذه رسالة. أنا اتصلت قبل ما أجي لهناك، لأنه أبناء الجنوب ليس لديهم منبر إعلامي، وقالوا وقلت للقيادات الجنوبية ماذا تريدوا أن أنقل رسالة للسيد عبد الملك الحوثي؟ فقالوا ماذا؟ يعني نحن في الثورة الجنوبية نؤمن بأن الحوار هو سمة إنسانية رفيعة، وعن طريقه سيكون حل قضية شعب الجنوب، طال الزمن أو قصر. شوف، طال الزمن أو قصر. ولهذا نحن مستعدون للحوار الندي المتساوي وغير المشروط بين ممثلي الشعبين، وتظل كل الخيارات مفتوحة. انتهى. هذه وهذا مصدر. نعم. أين وصلت هذه الرسالة؟ هذه أمس اتصلوا أنا بالقيادات من الجنوبية، قلت لهم بطع في التلفزيون السعيد المحترمة بيسمحونا بالبث لهذا، فقالوا هذه هي رسالتنا. هل تريد أن توجه هذه الرسالة مباشرة للسيد عبد الملك الحوثي إذا كان جاد في قضية حل الجنوب؟ فنحن مستعدون. لماذا لا تسلم عبر وفد رسمي جنوبي يذهب إلى هناك ويسلمها؟ ما نوع ويسلم هذه الرسالة؟ هو نحن لنا دعوة من عبد الملك الحوثي. هو دعاكم؟ لا، ما دعيناش. بدعينا القيادات الجنوبية ترجع. هذا خطاب علي عبد الله صالح، خطاب استهتاري للمطلقات، يرجع إلى بيت الطاعة. أستاذ، نحن شعب ودولة. أستاذ محمد، أستاذ محمد تغسل عبد الله، كيف ترى أنت موضوع القضية الجنوبية والدعوات الأخيرة للسيد عبد الملك الحوثي لحل هذه القضية؟ هل ترى أنها قد تنجح؟ السيد عبد الملك الحوثي دعا الجنوبيين على أساس أنه ما قد عملنا شيء حلول. نحن في مؤتمر الحوار قد عملنا حلول، واليمن يعني وزعناها إلى أقاليم وتوافقنا عليها ووقعت جميع القوى عليها. الآن ما يقوم به يعني الحوثي هو التفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني كاملة. عبد الملك الحوثي يريد يتحكم في اليمن من صعده، يعني ما يريد خلاص، حتى الأقاليم خلاص بينسفها، ولا أقليمين ولا ستة أقاليم ولا خمسة. ما يقوم به الحوثي الآن وميليشياته هو التفاف على مخرجات الحوار الوطني وسيطرة بالقوة على فرض أمر واقع يعني جديد. وصفحة جديدة يريد يفتحها ويكتب فيها أو اللي يشتي، وهذا لن يتم. سيقف الشعب. هل ترى من وجهة نظرك أنه ستجد القضية الجنوبية حل في ظل هذا الواقع الذي يفرض أنصار الله في نفسهم على الواقع اليمني؟ غير ما اتفقنا عليه في مؤتمر الحوار لا يمكن تحل أي قضية في اليمن. ما اتفقنا عليه هو ذي بنتمسك به
هو اللي بينفذ في مؤتمر الحوار، غيره لا يمكن نتنازل عن لا يمكن نتنازل عن بند واحد توافقنا عليه في القضية في الشمال وفي الجنوب في جميع الأقاليم. نحن قليم سبا الجوف ومارب والبيضة، الآن الحوثي بيلتهمها وكل من يوالي الحوثي ما يؤمن ما قال الحوثي. أصلاً في اتفاق سلم شراكة صار الله تعرف ايش يقولوا. طيب اتحدث، يقولوا انهم جاي من عند الله وانه يعني من اهل البيت يعني، واي واحد ما هو سيد ما له اي مكان. نعم تتحدث عن خروجات الحوار الوطني، قد في اتفاق سلم شراكة، ربما البعض يقول انه قد لا ما الغاه، احنا متمسكين به ماده. حتى اللجنه الان اذا تكتب الدستور، المواد توافقنا عليها، المواد الدستوريه داخل مؤتمر الحوار. انا في الجيش والامن معنا 19 ماده دستوريه، لو جيت بها واحده من 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 المواد يعني حرفوها ولا 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 غيروا فيها في لجنه صياغه الدستور، بخرج الى الشارع وبأطلب حتى الدول الراعيه للمبادره والراعيه للحوار يعني ان تنظر في الموضوع هذا. لا يمكن نحن نفرط فيما اتفقنا عليه وفيما يعني ناظرنا من اجله يعني عشرات السنين. الأستاذ محمد برضو يشتكي من تمثيل غير حقيقي لأبناء الجنوب في فترات سابقة. طبعا لحظة اسمح لي، لا مثلهم الأخوة من الجنوب ممثلين في مؤتمر الحوار نص. نعم. وتوافقنا في مؤتمر الحوار حتى في الجيش أنه يكون نص للجنوب ونص للشمال. نعم. وكل نصف يتوزع على حسب المساحة وعدد السكان، هذه مادة دستورية توافقنا عليها. هل طبقت هذه المادة؟ هل في ذات المادة هذه؟ نعم. الآن روح الكليات العسكرية، والله ولا في حاجة، روح الكليات العسكرية لا توجد أي تطبيق كلمة من هذا بتحصلها. هذا حوار فاشل، هذا مبادرة خليجية فاشلة. يا أخي قروا الحوار، ما قراها الشعب اليمني، ماذا يقروا؟ يقول لك ويش صلحتنا في الحوار وما يقرأ. نحن انتهينا من الحوار. أنا بس الشيء أستشهد بس فيما يخص الحوار، أستشهد بس بمثل بسيط. أستاذ محمد كما ذكر الأستاذ محمد برضو يقول لا تمثل حق لأبناء الجنوب في فترة سابقة بما فيها الحوار الوطني. في المؤتمر الأخير حكماء اليمن برضو يقول في تمثيل غير عادل، أتوا بناس ربما من جنسيات غير يمنية لتمثيل أبناء الجنوب، وهذا الذي يشتكي منه أبناء الجنوب اليوم. بس متى يتم مراعاة هذه النقطة بالذات، أنه البحث عن شخصيات أو قيادات جنوبية حقيقية للتفاهم معهم او الحوار؟ بس ارجو ان تتح لي الوقت لاجيب على الثلاث النقاط الرئيسيه الذي طرح الاخوه. تفضل. النقطه الاولى في قضيه ان السيد عبد الملك يعني يناشد الاخوه من الزعامات من ابناء الجنوب في الخارج ويصفهم بوصف بالنسبه للاستاذ لا يليق. هؤلاء الزعماء وتعرضوا لقضيه يعني قضايا كبرى ايضا، وطردوا من البلاد من قبل عصابات مجرمه يعني انتهكت حقوق الجنوبيين. السيد عبد الملك من هذا؟ من هذا؟ لو سمحت يا استاذ، من هذه؟ قلها عبد الله صالح علي محسن الاحمر وعصاباتهما. انتم متحالفين مع اليوم يا اخي؟ لا ابدا كلام غير صحيح. هذه ترويج اعلامي. لا ترويج ما هو معترف عشان مع امريكا ولا مع احنا اتينا لنقاش وطرح رؤى. تفضل. السيد عبد الملك الحوثي بالنسبه للاستاذ محمد دائما يتكلم عن السيد عبد الملك، لم يعي ولم يعرف ان السيد عبد الملك الحوثي يمتلك من الاخلاق والاداب والرقي الانساني الذي ينفرد ويتفرد به الان في العالم من حيث الخطاب والاداب الإنساني الراقي. وأتكلم عن قائد عظيم واعترف به العالم، واعترف به أن الرجل قائد بكل ما تعنيه الكلمة. نعم. من الحنكة في والقائد العظيم لا يهين أحد. نعم دعنا في هذا الجانب. دعنا في الجانب الثاني فيما يتعلق بقضية يعني التوقيع مع وزراء غير يعني ليسوا يمنيين. نحن لم نوقع مع وزراء غير يمنيين من تم يعني تعيينهم بمن يتهمونهم بأنهم يمتلكون إما جنسيات أو كذا غير يمنية، هو رئيس الجمهورية ومن معه. بالنسبة للتمثيل للإخوة في الجنوب، التمثيل بالنسبة لوجهاء وحكماء وعقلاء اليمن، السيد عبد الملك الحوثي كان له خطوة رائدة جدا تذهل العالم. يا إخواني
الأعزاء ما يتخذه السيد عبد الملك هو لاسترداد حرية وحقوق وكرامة أبناء الجنوب في قضية التمثيل وقضية تشكيل لجنة شمالية جنوبية. الكلام واضح، وناشد ويناشد ويدعو أبناء الجنوب الأعزاء لأن يأتوا للتمثيل الحقيقي في قضية الحوار لحل القضية الجنوبية. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث فيما يتعلق بمؤتمر الحوار، يعني السلم والشراكة، اتفاق السلم والشراكة ينص على ضرورة تطبيق بنود مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته. ثانيا، نحن الأكثر والأجدر والأقوى والأصدق في المطالبة بضرورة تطبيق مخرجات الحوار، وإن كان فيها يعني عجز فيما لا يلبي كل ما يصبو إليه أبناء اليمن، ولكن لماذا لم يتم تطبيق مخرجات الحوار؟ هذا الجانب الثاني الثالث. الجانب الرابع، هل كان أنصار الله، هل كانوا يعني يسيطرون كما يقولون ويفرضون قوة السلاح عندما تم الاتفاق على تشكيل من يمثل أبناء الجمهورية اليمنية الذي وصل عددهم 600 شخص ليمثلوا كافة المكونات والأطياف والأحزاب والمنظمات وغيرها، ليمثلوا أبناء الشعب اليمني للخروج برؤى من شأنها تحل مشكلة اليمن حلا جذريا والتخلص من العصابات ومراكز القوى والعمالة ويعني الارتهان للخارج. بمعنى آخر، نحن نقف وسنظل ونناشد وسنظل لضرورة تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار مهما كانت وكيفما كانت. النقاط 20 و11 لو سمحت يا أستاذ، نحن من شارك وساهم وطالب ولازلنا مهضومين فيها رغم ما يقولون قوة السلاح، مهضومين ومظلومين ومستضعفين. أستاذ محمد، في حقوقنا. أستاذ محمد، مخرجات، أنت تقول تطبيق مخرجات الحوار الوطني وتقول حل عاد القضية الجنوبية. مؤتمر الحوار الوطني طرح 6 أقاليم، بينما أبناء الجنوب اليوم في قيادات كبيرة في الخارج من ضمنها المهندس حيدر أبوك العطاس قال له إعطاء أبناء الجنوب حق تغيير المصير. موقف أنصار الله من هذا الطرح؟ قضية 6 الأقاليم نحن من عرض هذا الكلام، نحن كنا قضية توافق فيما يخص قضية توافق، وهذا سبب زحف الآن على قيم سبب لابد من أن يتوافق الكل على قضية الأقاليم. لو سمحت يا أخي، لن تفرض علي أقليم، هذا هو الاحتلال الحقيقي وهذا هو الفرض الحقيقي. حتى أن يتكلم الأستاذ يقول أن قضية المجتمع قضية الجنوب قضية مجتمعية، فعلا هي قضية مجتمعية. الأبناء الجنوب ألا يمثلون مجتمع كامل متكامل، مجتمع كبير ومجتمع واسع من حقه أن يطالب بحقوقه؟ ألم يطلق في اللغة، لو سمحت يا أستاذ، اللغة يجب أن نفهم اللغة. قضية المجتمع هو كيان، يعني سيكون إما كيان صغير أو كيان واسع كبير جدا. عندما نتكلم المجتمع الدولي يمثل كافة يعني الإجماع الدولي. لا لكن يمثل. لكن البعض يقول قضية سياسية بامتياز، ما نريد أن نفهمه. هل أنصر الله مع إقليمين شمالي وجنوبي اليوم؟ ما تم التوافق عليه. نحن مع ما تم التوافق عليه لما من شأنه من قبل نتوافق احنا مع انفسنا. مع من لا بد من، انا لم اقل نتوافق، قلت لا بد من ان يتم التوافق، لم اقل نتوافق نحن. هل انتم مع حق ابناء الجنوب في تغيير مصيرهم باستفتاء شعبي؟ احنا يعني مع ما اجمع عليه يعني الشعب اليمني وابناء الجنوب، احنا يعني لسنا يعني القوه المخوله في فرض او كذا. انتم تقولوا انه ما فيش سلطه ما فيش دوله، خلاص احنا كنا هذه وصلت دولة. وصلت فكرتك استاذ محمد بشكل مختصر وسريع، ما الذي يريده ابناء الجنوب اليوم بشكل مختصر؟ بكلمه واحده، نعم، نريد استعاده دولتنا عن طريق تراضي بين طرفين الوحده. يا سلام. بس بطريقه مؤدبه، بطريقه اخلاقيه. الوحده انتهت. الشيء الثاني، الشيء يقول لحاجة، ليس عبد الملك الحوثي سيستعيد لنا حقوقنا، نحن شعب الجنوب ثرنا قبل عبد الملك الحوثي وسنستعيد قضية شعبنا. نحن قضيتنا عادلة، إيماننا بالله، إيماننا بشعبنا وبإرادة شعبنا، وإرادة شعبنا هي من إرادة الله. والسيد لم يكن هو الوكيل، لا غالب عليها. والسيد لم يكن محمد، الشعب يريد قيادة. أنتم لعبة الشعب. السيد عبد الملك لم يكن هو وكيل عن الجنوب. الشعب سيخلق هذه الإرادة. قيادة. مع من يتحاور الناس؟ لحظة يا أخي، أنا قلت لك رسالة. طيب. أنا أعرف فين القيادة الحقيقية. نعم. وش يقول لك شيء واحد،
هم بيقولوا مؤتمر الحوار، نحن قلنا المبادرة الخليجية هذه ظالمة، والعوذي نفسه صحيح. قال ظالمة صحيح. المؤتمر الحوار الوطني قلنا هذا مؤتمر ظالم، لحظة مؤتمر الحوار فلوس نعم لو سمحتم لو سمحتم لو سمحتم. الشيء الثاني ايش تقول لحاجة؟ قال لك الدستور، هذا الدستور بله وشرب ماءه، لأنه هذا الدستور الآن بالإمارات تصيغه، ليس نحن ليس الشعب نحن نصيغه، نحن أين ممثلين الجنوب؟ نحن جنوب ممثلين مرتزقة. أستاذ محمد أستاذ عبد الله بدقيقة، الكلمة الأخيرة لك، كيف ترى حل القضية الجنوبية بدقيقة؟ نحن أنا أرى أن حل القضية الجنوبية هي في قيام دولة، الجنوبيين والشماليين يريدوا قيام دولة يعني قوية وعادلة صح. فقط هذا بيكون حل القضية الشمالية والجنوبية، وتنفيذ ما توافقنا عليه في مؤتمر الحوار الوطني من يمن اتحادية، تقوم دولة اتحادية في اليمن وسيحتل جميع قضايا اليمنيين. أما أنك تزحف يعني من مران على كل أقاليم اليمن وتسيطر أنت أنت هذا أنت مشكلة. أنت ماسك بنصر الله وتهرب من كل أسئلة. نحن نسألك عن الجنوب، هل أنتم مع إقليمين أو مع حق أو إعطاء من الجنوب حقهم في تقليل مصيرهم عبر ستة شعبين؟ أنا مع قيام دولة يعني كامل لليمن كامل نعم. وإذا استمرنا في الشمال ميليشيات بهذا الشكل فأنا مع تقرير مصير اليمن. نعم إذا أنت تربط الوحدة اليمنية بأنصار الله وبالقعد هذول الاثنين لا يمكن تكون لنا قائمة موجودين. انتهت يلا خلاص. نعم أنا أشكركم جزيل الشكر في ختام هذا اللقاء الأستاذ المؤرخ والباحث محمد عباس ناجي، وأشكر الأستاذ عبد الله بن هذال عضو لجنة الحوار الوطني، كما أشكر الأستاذ محمد السراقي عضو المجلس التربوي في أنصار الله، كما أشكركم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة وفي أمان الله.